اليوم شباب العازب لو كان البنية العازبة مثلا عزباء لو كان خيروها بين راجل تونسي وراجل جزيري حسب رأيك شكون تختار؟ راجل تونسي راجل جزيري. تونسي. علاه قلت تونسي؟ ما خيرش من ولد بلادها. لكن تونس وجزائر راهو نسميو بلاد واحدة. احنا بلاد واحدة وجزائر إذا ماهمش خايبين أما من خير واحد من ولد بلاده خير. يعني أنت لو ما زلت صبية وجيك أوفر مع جزائري باش تعرس ترفض؟ نرفض. يعني تاخذ تونسي؟ تونسي. عندك بنية؟ ما شاء الله بنتي صبية هي. ما شاء الله ربي يحفظها. باهي تصور يتقدم واحد جزائري لبنتك يحب ياخوها. كيفاش تكون رد فعلك؟ تونسي. ضد رجل جزائري ياخذ تونسية؟ ما مانيش ضد أما أنا نحب ولد بلادي خير. ولد بلادك؟ لو كان بنتك تعشق جزائري تحبه ويحبها ويكون ولد حلال. نسألها. نعيطوا لها. إجا أختي شوية. باهي نقولوا بنتك على علاقة مع جزائري وعلاقة نظيفة كي نقولوا علاقة باش ما نمشيش من مخ العباد للبيت. علاقة سليمة ناوي على العرس ويجي يتقدم الجزائري ويكون شاب محترم ونظيف ويتقدم لبنتك وبنتك تحب تاخذ. انت تجي ضدها والا توافقها؟ والله فهناك يبداو زوز متفاهمين مانيش نجي ضد اما ماذا بيا انا حابه بنتي في تونس بحذايا ولد بلادها خير. باهي ولدك يحب ياخذ جزائري؟ ربي يهنيه. ولدك ايه بنتك ربي هني. علاش تحبش بنتك مثلا تاخذ جزائري؟ تخاف لي يهزها الجزائر مثلا؟ هذيك هاو اي ولو؟ لا نحبش بنتي تبعد علي. الجزائر راهو ساعات وتكون بحذاك وساعات وتكون بحذاك. نعرف انت خطبت يعني حتى هنا يا خرابي في دول سمعتيش. راجلك يوافق بنته تاخذ جزائري؟ ما عندوش حكايه راجلي اللي انت تختار على روحك. يعني عطيهم الحرية؟ عطيهم الحرية. شو راجلك سبريه منتي معقدتها شوية؟ شوية. شو نقول اللي فيها معناها راحتها ما نجيش ضدها وكا. يعني ما ثماش إشكال جزائري تونسي تونسية جزائرية عادي؟ كي تونسي كي تزيري أما شنو يبكي كان على الرجلة والموجود معناها. باهي باش نحطك في سيتياسيون أخرى. أختك يتقدموا لها زوز إن شاء الله خير مع بعضهم واحد جزائري واحد مغربي لشكون تعطي اختك؟ ليه كيكه ولد عمي ما نعرفش عطيت لي بموقف على الاخر صحيح زعما لشكون باش نعطي الله هو الحاج قال جزائري اجيني لحظه جزائري غير عادي عادي لا ناخذوك صوت بركة باهي ما يسالش عسلام الله يسلمك باهي توا هو حطيته في وضعيه قلت له اختك لو يتقدم لها جزائري وتونسي شكون جزائري ومغربي لشكون تعطي اختك للجزائري والمغربي انت قلت جزائري مباشره اي علاش المغربي شبيه؟ المغربي ما كي تونسي ما يجري ما مش متاع التكوين المغربي عندهم شويه الغدره لو جو كان على مصلحتهم الغدره راه موجوده عند الناس الكل لكن النسبه لا وتزيري لا تزيري لا المراه الراجل نتاعهم خيم المراه ونساهم نقول لك يموتوا كان على التوانسه باهي انت لو بنتك تقدم لها جزائري توافق علاش لا اذا كان يبدا في المستوى ونشوف فيه الصفات اللي تهنيني انا فهمتني كولي نرضى نعكس الايه لو ولدك يحب ياخذ جزائريه ما ننصحوش عليه خاطر صعب ياسر خاطر هما يدومين الام هما يموتوا على الراجل التونسي خاطر يقولوا هما عندهم هما مرته تحكم فيه مش الكل بقى حتى في تونس عندنا نساء يحبوا يسيطروا على الراجل راهو موجود زاد لا 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 يا حسره يا حسره في عاد ما ماتك امك اما تو لا 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 فام كي دومين ها نقولها لك هذاك علاش هو يفضلوا النساهم ياخذوا تونسي خاطر لي سومي لو يخيروك بين امراه تونسيه وامراه جزائريه انا هل تختار؟ بالطبيعه نختار بنت بلادي بنت بلادي اي زيري باهين عليها الحق ما نكذبش عليه معناها فهمتني تختار تونسيه لوجيك ديما اي واحد يختار بنت بلاده كيما الجزائري يحب جزائريه ولا تونسي يحب تونسيه لكن سبحان الله لو تصير علاقه مع بنيه جزائريه تكون علاقه سليمه ونظيفه وتحبها يعني تاخوها والا لا بالطبيعه انا اخوها تبدا نظيفه وبنت عائله بالطبيعه ما نقاش من خير منها فهمتني لو كان اختك عندك اخت سبيه يخطبها جزائري توافق ولا لا؟
زعما ولا ما نعرف كيف. شبيك بقيت تمهمل؟ الله اعلم هذا المكتوب، ما تعرفش على المكتوب. يعني ماكش ضد المبدا؟ ليه عادي، يبدو متفاهمين ومتهنين، علاش ليه؟ فهم حتى ولو تمشي تعيش معها في الجزائر؟ نورمال هي وانت تلقى راحتها. هذاك المطلوب؟ هذاك المطلوب، هي وانت تلقى راحتها، ربي سهل له وربي يوجهها الخير. يعني ماكش ضد اختك تاخذ تونسي تاخذ جزائري، المهم تكون متهني. يدي كل متهني، ما يفيدها في شيء. امك زعما توافق لو اختك يتقدم لها جزائري؟ والله كيكا حسب رايك. حسب تقريبا لا اعلم، ما نجمش. هما وده طبيعه امك يعني من النوع اللي توافق ولا لا؟ نتصور 50% لا. 50% لا. بوك بتبيع بابا باش يقول لي ديريكت؟ بس علاش بوك ديريكت حطيته ليه؟ خاطر بابا ياسر صعيب، وصعيب ياسر باش يعطيها واحد تتزير، فهمني؟ بالعكس تزيريه باهيين، تحيه للجزائريين. صحيح باهيين، عندنا برشا نساء توانسه ماخذين جزائريين وعايشين ومتهنين، والعكس والعكس كذلك، معناها نساء جزائريات ماخذينهم توانسه وعايشين وعادي والحياه بامبي معناها. صحيح كلامك صحيح. هذاك هو الدنيا، هذاك هو المكتوب معناها، ما نجمش، فهمتني؟ نفترضوا عندك بنيه صبيه يتقدم لها جزائري، توافق ولا ترفض؟ اول حاجه تزيري، معناها نحن ليسونسييل يكون واحد مسلم، وتزيريه ما عندهمش لا مسيحيين لا حد شيء. وفما حاجه كي تبدا هي تحبه، هي مانيش انا معناها ما جيش باش يطلب من عندي حاجه، ما عادش يا حسره على قبل الطفله العصمه في دلبو. تو كي تحب هي مثلا تزيري، عندنا في تونس اللي ياخذوا في القرة انت في الطلاين وفي الفرنس. ألور لا، كي يجي تزيري مغربي، المهم جنسية عربية ويكون مسلم، مرحبا بيه كيبو كيب التونسي، علاش بيه التونسي ماهوش أرجل منه ولا هو ولا العكس. يعني ماكش ضد أنه ضد؟ بالعكس، بنتك تاخذ جزائري أو مغربي أو غير ليبي؟ مش ضد، المهم هي يكونوا زوز متفقين وهي موافقة، أنا سواء أنثى ولا ذكر، ما عليا كان نوافق وتم، ونزيد نفرح اللي نحن معناها تزيري، شنو هو تزيري وشنو هو تونسي، شنو هو الليبي شنو هو التونسي، شنو هو المغربي شنو هو التونسي، المهم عربي ومسلم معناها نفس الشيء والعكس الصحيح. لو ولدك يحب ياخذ جزائرية توافق ولا ترفض؟ إذا هو موافق ويحب عليها أنا ما عليا كان نوافق، إذا كان مش تحب تفهم كونه نكون أنا معاه أو ضد، أنا معاه تزيرية، سي مرأة سي تونسية تزيرية ليبية، نفس الحكاية كما الطفلة كما الطفل. جيست يفرق بيناتنا الحدود وكاو. فرق بيناتنا الحدود، أنت توا أجي نعطيك أنا باش تفهم. شكون اللي تهني حسب رأيك اليوم؟ البنية تزيرية ولا البنية التونسية؟ تهني بكل صراحة. بكل صراحة شو أنا ما نجمش نحكم على البنية تزيرية على حالة أو حالتين أو ثلاثة أو كذا، هذه معناها شعب. معناها كي باش نحكم عن نساء تزيريات، ما نجمش نحكم عن نساء تزيريات بحاله بحالتين باربع حالات، معناها في كل 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 فئه فيها الباهي والخايب، كل امه فيها الباهي والخايب. كي المهم تكون بنت اصل وبنت كذا، فما اللي يجي باهيه وفما اللي معناها تجي ما يتهناوش، معناها ان بغض الحلال عند الله الطلاق. معناها هذيا سنه الله في خلقه عند في الامم الكل. ولا ايش نقول لك، هي الزواج فما اللي تهني وفما اللي ما تهنيكش، سواء في التونسيات او في الجزائريات، فهمتني؟ معناها كيف كيما التونسيه كيما الجزائريه، ابكي على الاصل، معناها يقول لك خذ من بنات الوصول على الزمان يطول، هذا هو. انت من نوع اللي تختار انك تاخذ امراه جزائريه او تونسيه بكل صراحه؟ والله باش نقول لك، انا عندي الحق جزائريه يكون خير. تصور انت من نوع تخبذ بنيه تزيريه على بنيه تونسيه؟ نتصور اي اكيد، ما دام مشيت للتزيريه فما حاجه خلاتك تمشي تختار التزيريه في المرتبه في الاولى. سامحني، معناها في الحقيقه هي معناها المراه المغربيه يقولوا معناها اكثر مراه تلهى برجلها، معناها كسسوا معناها في كل شيء، مراه معناها تعطي القدر للرجل، تعطيه الهيبه نتاعو، فهمتني؟ علاش اتجهت انا للجهه هذيك، فهمتني؟ يعني يظهر لي انت المرتبه الاولى المغربيه نورمالمون، بعد ثانيه جزائريه. ما جيش توا بنت تونس ومعناها حطيتها في المرتبه الثالثه. عادي، كل هذه حريه شخصيه واختيار شخصي، لانك انت باش تعاشرها وتعيش معاها. معناها انت تحبذ المغربيه المرتبه الاولى، الجزائريه المرتبه الثانيه، والتونسيه المرتبه الثالثه. تنجم تقول التونسيه المرتبه الثانيه خير.
يعني مغربية الأولى، تونسية ثانية، وجزائرية ثالثة؟ أنا خير يا ودي. علاش حطيت جزائرية في المرتبة الثالثة؟ بعد ما تولي لي يفهم الحكاية والحكاية فهمت. بون يقول لك أنا بنت بلادك وفهمت ديما الأولوية، ديما الأولوية لبنت بلادك. أنا مثلا عندي حبت سامحني، أنا حبت معناها المغربية معناها مرا انا مثلا عندي اصحابي ولاد حومتي وعندي شكون نعرفهم ماخذين جزائريات وعايشين والحمد لله معناها ومتفاهمين يعني راهو ما ثماش فرق بين تونسيه مغربيه جزائريه، ليسونسييل فما تفاهم وفما تواصل وفما عشره، والانسان يعرف كيفاش يتصرف مع المراه والمراه تعرف كيفاش يتصرف مع الراجل بغض النظر عن الجنسيه. بطبيعه نقولوا انت اوكي، نقولوا انت حبيت تاخذ مغربيه، تحياتنا للمغربيات والمغاربه والجزائريين والليبيين والتوانسه وكل باهي، حبيت تاخذ مغربيه، اسكو امك من النوع اللي توافق والا لا؟ بكل صراحه والله تقول لي سعان انت كيفاش، سامحني لحظه، راي انت رايك وانت اصلح به ولا كيف؟ يعني تعطيك الحريه؟ تعطيني الحريه. بو وبوك نفس كيف 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 نفس الشيء كيف كيف باش يعطيك الحريه بيان سور، مع خاطر انت اخترت شريكه حياتك معناها انت تعرف على شنو قادم. باهي واضح انت مسلكها، يظهر لي في اختيارك نهار اخر ماكش تلقى مشكل. عندك اخت مازلت ما عرستش؟ لا اخو لا اخت. بون نكون اخواتك، نفترضوا عندك بنيه اختك يخطبها مغربي وجزائري تونسي فرد وقت، اختك لشكون تعطيها؟ بصراحه نعطيها للجزائري. في النساء اخترت المغربية وفي الرجال اخترت الجزائري. اي القرحة. علاش التونسي ليه؟ خاطر الرجال. حتى تونس رجال يا ودي. تونس ما نحكي لك معناها ديما بون تونسي ولا جزائري، هذا هو اللي حبيت شو اسمه فهمتني. عندنا برشا نساء ماخذين جزائريين زادة هما شاء الله ومتهنيين ولاباس عليهم. لا هذا ما نشكوش فيه. هذا ما نشكوش فيه معناها.